الحد من إشكالية تشغيل الأطفال القاصرين للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار، فليتفضل أحدهم مشكورا. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة الوزيرة المحترمة، تعد ظاهرة تشغيل الأطفال من الظواهر الاجتماعية التي يجب التصدي لها والحد من آثارها السلبية على المجتمع، الظاهرة التي يستوجب في محاربتها اعتماد تعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والشركاء محليا وجهويا ووطنيا. من هذا المنطلق كنسألكم السيدة الوزيرة عن سياسة وزارتكم في مجال محاربة ظاهرة تشغيل القاصرين، وشكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. التعقيب للسيدة الوزيرة. شكرا سيدة النائبة المحترمة. اللي نبغي نقول بلي المغرب الحمد لله عنده سياسة عمومية مندمجة، واللي حنا حاليا اللي هي 2015-2025، اللي حنا حاليا كنشتغلوا على الخطة عمل 2022-2025 اللي غادي تكون فيها واحد المنظومة معلوماتية مندمجة غيتم الرصد فيها بطريقة الرقمنة جميع الأطفال اللي هما كيتواجدوا في هذه الوضعية ديال الشغل لمحاربة هذه الظاهرة. واللي نبغي نقول هناك 17 مركز للأجهزة الترابية المندمجة، وغادي يتم التعميم ديالهم هذه السنة باش يوصلوا 82 كما قلت في ديك الميزانية ديال 200 مليون درهم لمراكز التعاون الوطني. وهناك أيضا 54 نقطة ديال الارتكاز لتفتيش لجهاز تفتيش الشغل لمحاربة هذه الظاهرة. واللي نبغي نقول أن هذه الظاهرة كتمس خاصة الأطفال في القرى، 81% من في العالم القروي، 71% ديالها ذكور، يعني كتمس الذكور. ولهذا فالسياسة الأسرية التي نحن بصدد الاشتغال عليها مهمة جدا، لأن الهدف ديالها هي مواكبة الأم والأب، مواكبة الأسرة، باش الأطفال المكان ديالهم الطبيعي هو أنهم ما يمشوش للشغل ولكن يمشيوا يقراوا. فلهذا السياسة العمومية الأسرية التي نشتغل عليها واللي غادي يتم تقديمها في يونيو إن شاء الله هي كتاخذ بعين الاعتبار. ونبغي نقول بان المغرب حصل على التنويه من الامم المتحده، خاصه انه قدر يشتغل بطريقه جديه على تشغيل الاطفال، وهذه المساله هذه الافه مع الاسف الاجتماعيه كتمس 1.3% من الاسر المغربيه، يعني هي قليله ولكن كاينه، خصنا نحاربها. وكما قلت فللمغرب ممارسات جيده يتم التنويه بها في جميع المحافل الدوليه، وشكرا. شكرا السيده الوزيره. والتعقيب للسيده النائبه المحترمه. السيده الوزيره، كنشكركم على الاجابه ديالكم. الاف الاطفال المغاربه كيخرجوا من ديورهم كل صباح، ما كيمشيوش للمدرسه اللي هي بلاصتهم الطبيعيه، كيمشيو كيخدموا في النجاره، كيخدموا في الديور، كيدفعوا الكراس وسط الاسواق، كيخدموا في ظروف صعيبه واحيانا خطيره. طفل كيخدم معناه طفل ما كيقراش، طفل ما كيلعبش وما كيناش. السيدة الوزيرة، تشغيل الأطفال غير مقبول أخلاقيا، غير مقبول إنسانيا، وغير مقبول قانونيا. والخطير أن الإحصائيات في المغرب كتقول أن نصف مليون طفل كتراوح الأعمار ديالهم بين 7 سنوات و 14 سنة كيشتغلوا في مجالات مختلفة. داكشي علاش بغينا وزارتكم تكون قاطرة للتنسيق الحكومي باش نزولوا أسباب هذه الظاهرة. السيدة الوزيرة، حنا عندنا ثقة كبيرة في الحكومة الحالية اللي هي حكومة بناء ركائز الدولة الاجتماعية، ولا يمكن تحقيق ورش الحماية الاجتماعية دون وضع حد لهذه الظاهرة، وشكرا. شكرا سيدة النائبة. سي بوانو الله يعطيك الخير، لا تصمتي لنا سيكون أفيد. التعقيب، هل هناك من التعقيب في إطار 267؟ هل هناك تعقيب سيدة الوزيرة؟ ما بقى لكش الوقت.